الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في لقائنا السادس في دورتنا عن إدارة الجودة الشاملة، نكمل إن شاء الله عن جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات، ما هي معاييرها، ما هي مؤشراتها، كيف نحلل احتياجات المستفيدين، ثم كيف نتعرف إلى رضا المستفيدين بشكل عام. انتقل من خدمة العميل إلى قياس رضائه. لو أن أحدا، أو فكر في استجابتك عندما يحضر إليك القائم على خدمة المطعم في أحد المطاعم ليقول لك بعد أن تناولت طعام العشاء كيف كان عشاؤك، ستكون جميلا. لكن لو تحدث إليك وقال لك إن عشاؤك كان لذيذ جدا، لن تستطيع أن تتحدث بشيء، لكنك لن تكون سعيدا في داخلك. هذا أمر مهم جدا في فرق بين كيف نحقق رضا العميل من خلال سؤاله عن جودة خدمة، لا أن نفرض عليه شيئا معينا. يوجد فرق بين خدمة العميل والتي يعرفها مقدمها وقد لا يعرفها العميل، وبين رضا العميل الذي يعكس رؤيته الذاتية لمستوى الإشباع الذي يحققه له. يعني في فرق بين اللي أنا رؤيتي وبين رؤية صاحب المطعم، وهذا شيء كتير مهم. كيف نقيس رضا العملاء عن مستوى الأداء؟ بداية، في عنا مجموعة من الأسئلة اللي ممكن احنا نجاوب عليها كيف بدنا نقيس رضا العملاء. أول حاجة، ليش بدنا نقيس رضا العملاء؟ ما الذي يجب قياسه؟ كيف يمكن القياس؟ من يقوم بجمع وتحليل المعلومات؟ ثم كيف يمكن استخدام النتائج؟ هذه أسئلة مهمة جدا إذا بنتحدث عن قياس رضا العميل. نبدأ بواحدة واحدة في الأسئلة، لماذا يجب قياس رضا العملاء؟ أولا، يعني قياس رضا العملاء يفيدك في تحقيق التغذية الراجعة، وهذا شيء كتير مهم. تعرف الدقيق لاحتياجات العملاء، تصميم استراتيجيات أفضل وربما خدمات أفضل. إذا أنا عرفت إيش احتياجات الناس بلبي لهم إياها، وهذا أمر سهل جدا. لا تتبع شعار نحن نعرف أكثر. إياك، إحدى الشركات دفعت 2 مليون دولار، كويس، على تطوير خدمة معينة، وهذه الخدمة مكنونة أن يقوم على أساس أنه إحنا كيف نقنع العملاء بمنتجنا. 2 مليون دولار، عملت إعلام كبير جدا وإعلانات في كافة اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. بعد 6 أشهر سحبت إيش؟ كل الإعلانات، وأدركت أنه هي أخطأت خطأ كبير جدا، لأنه اتبعت إيش؟ شعار كيف تقنع الناس بمنتجها. لا، الأصل أنه راحت استخدمت استراتيجية تانية، وهي ما هي آراء العملاء، ما هي توقعاتهم، ما هي احتياجاتهم، عشان أنا أصمم المنتج بناء عليهم. هذا أمر كتير مهم جدا في هذا السياق. طب ما الذي يجب قياسه؟ هذا الأمر يعني خلينا نقول يتعلق بمجموعة من الأبعاد. إيش بنقيس إيش؟ ما هي الأبعاد اللي بدنا نقيسها في موضوع جودة الخدمة؟ إحدى الدراسات الحديثة كشفت عن مجموعة من الأبعاد. أول هذه الأبعاد هو إيه؟ البيئة المادية للخدمة. اللي حكيتها إنه أنا بدي مكان واسع، لما أجي ألاقي مكان أستريح فيه. وشفنا شركة جوال مثلا بتوفر مقاعد، بتوفر كونديشن، في بيئة مريحة. وربما لو وفرت مجلات أو وفرت تلفاز بيعرض بعض الشغلات كمان، حيكون كتير الانتظار الخدمة سهل جدا وميسر. وهنا بدي أديكم مثال صغير، كويس، مثال صغير. أحد المالكين خدمة أبراج، خدمة سكنية وأشياء زي هيك، كان عنده برج في مصعد واحد، والبرج على طابق العاشر. وردت إله شكوى من صاحب البرج، إنه عفوا من أصحاب أو المستفيدين من الخدمات في البرج، إنه إحنا بنمكث ننتظر المصعد حوالي 10 دقائق عشان نطلع على أو نلبي الخدمة، وهذا عدد كبير. طبعا هو عنده البرج بنقسم لنصين، النصف الأول الأربع خمس طوابق الأولى هي شركات ومؤسسات، والأربع خمس طوابق الثانية كانت عبارة عن سكان. شو كانت الحلول يا ترى عشان نحسن من جودة الخدمة ويقلل كمان التكلفة؟
طبعا احد الحلول ممكن يكون فصل مصاعد السكان عن الشركات. هو مصعد واحد. مصعد واحد؟ اه. يعني هو الان بده يحل المشكله بنفس المصعد؟ اه. ممكن الدور الاول والثاني ما يخلوش المصعد يطلع عليهم. طب لو اجى واحد ذوي احتياجات خاصه بده يراجع شركه؟ ممكن السكان يكون لهم مفتاح مثلا في المصعد ما يقدرش. طب الشركات بدها برضو عندها مستفيدين بدهم يجوا. لا بده يزود عدد المصاعد يعني. ولا ما في شيء. اذا ننشئ مصعد اخر قديش تكلفته؟ انشاء بده 20-25 ألف دولار. طيب مع انشاءات ثانيه عشان المكان كمان يمكن يكلفوا اكثر. ما هي هذا تحسين الخدمه بتكلف. شكرا كثير لك يا باشمهندس، تفضلي. اه ممكن يحط النايم، ممكن يعمل دخول مختلف، هذا بيؤدي نفسيا الى راحه ال. شوف الشغله البسيطه اللي حكتها زميلتكم انه انا راح ايش اعمل. طبعا جاب استشاريين اللي قال له اعمل مصعد، اللي حكى له انه لا نعمل نحاول نعمل طوابق طابق او طابق لا، اللي نعيد تبديل الاماكن السكان ينزلوا تحت والشركات يطلعوا فوق، لكن بالاخر كانت التكلفه بسيطه جدا انه راح حط بس مرآة، كل واحد بيجي بيظبط حاله بتطلع، فبشعر بانه الوقت ضاع، الوقت شويه اخف. حكيت ممكن احط تلفزيون، ممكن احط اماكن معينه كويس للاستراحه. هذه قصه الحلول، قليله التكلفه ممكن تكون حلول مبدعه ومؤثره وتخفف من الشكوى او تزيل الشكوى. دائما ما تفكروش بالحلول المعقده، ما تفكروش دائما الحلول المكلفه دائما هي بتكون الاكفأ. هذه مثال. الان كمان تصميمات المباني، اماكن تقديم الخدمه، وهذا حكيناه في البيئه الماديه، حداثه التكنولوجيا المستخدمه، هذه الشغلات مهمه في القياس. مظهر العاملين شكله، حتى اللي في المطاعم لما يكون شكله حلو وانيق وما شاء الله ولبسه شويه هيك مرتب، هذا مهم جدا. يعني اليوم البنوك بتفرض على كل ايش موظفينهم يلبس الباجه ويلبس جرافه طريقه معينه، الشركات الكبرى ونفس الشيء، لانه مظهر العاملين كمان جزء مهم جدا في هذا الموضوع. ايضا الديكورات واللوحات الارشاديه والنظافه، يعني شكل المبنى الدخول بيدي فكره كثير حلوه جدا. انا جدا بسعد لما بدخل مؤسسه زي ابداع مثلا وبلاقي ما شاء الله الخضار الجمال، هذا كثير مهم. كمان اي مؤسسه ينبغي ان تعنى دائما بالنظافه المستمره والتغيير المستمر، ما ضلش كمان ادخل المكان والاقي نفس الديكورات، لا كويس تغيير، هذا امر برضه مهم. ايضا الوفاء بالالتزامات والوعود، اهم شغله انه احنا يكون عندنا وفاء. انا بعد بكره ان شاء الله حل المشكله، الساعه 10 تفضل خذ الخدمه تبعتك. على 10 بالضبط امبارح احد اولياء امور الطلبه اجى عنده مشكله في معادله بنته وبخريجه وعشان تروح تلحق احتفال التخرج، نزلت على القبول والتسجيل، حكيت مع المدير، حاضر، هاي ابعت لي ايميل، بعت له ايميل، قال لي يوم الثلاثاء صباحا ان شاء الله بتكون الخدمه. شو بيقول لي كان على الجوال؟ قال لي انا يوم الثلاثاء بدي اتصل عليك تقول لي انحلت المشكله. الان انا موجود بفكر في بكره واليوم حروح على الجامعه خصيصا عشان اتابع حل مشكله الايه هذا المستفيد بالاخر. هو بده بنته يشوفها على في احتفالات التخرج بس، بانهوش كيف تحل. اذا موضوع الوفاء، الاتساق في الاداء، انه نفس دائما لما بيجيني ما شاء الله الاداء هو يعني بتحسن، في اتساق، في نفس الاداء بكرره كل مره مع اجراء بعض التحسينات، مش مره انا مضطرب ومره لا بمشي حالي انا ونصيبي، يعني لا بدناش نشتغل شغل البركات، بنحاول نشتغل شغل متسق. عدم وجود اخطاء، احنا قلنا الجوده هي ايش؟ مش صفر اخطاء. اذا عدم وجود اخطاء سواء كان في المنتج او في طريقه تقديم المنتج. قدرات وخبرات العاملين ما شاء الله عليهم، من اول ما تساله بجاوبك بطريقه كثير جيده. طيب ايضا الاستجابه، حسن الاستجابه وسرعتها، اظهار الاهتمام. يعني انا اجاني عميل كويس يحس انه انا مهتم جدا فيه، مهتم بالشكوى تبعته، بعطيه له كل شيء. ايضا الرد على الاسئله والاستفسارات، الثقه والامانه، السريه، الخصوصيه، احترام الخصوصيه، هذه كلها قيم، السمعه المتميزه، التعاطف والمجامله، تشخيص الاحتياجات، الاحترام والادب على قاعده ان العميل دائما على حق. هذه شغله كثير مهم، العميل دائما راس مال المؤسسه، اذا احنا ما عملناش
أو ما رأيناهوش في مشكلة عندي. إحدى الدراسات الحديثة أظهرت في نتائجها أنه 70% كويس من حالات ترك التعامل مع المؤسسة، أنه يجي الزبون وما يرجعش، مش ناتج عن الإيش، عن سوء الخدمة، عن سوء الخدمة أو المنتج، وإنما ناتج عن سوء الخدمة أو عن طريقة تقديمها. تعامل يعني بحس أنه أنا هذا مكشر عمر بديش أرجع، لا هذا أنا اليوم رحت على محل بدي أشتري ما استقبلنيش كويس برجعش. لكن ممكن يكون في عيب في المنتج، هذه فقط 30% اللي بيراجعوا على عيب المنتج. واضح الصورة؟ فهذه كتير مهمة في موضوع اللي هو الخدمات. طيب الآن بدي أوزع عليكم تمرين، بدنا نحاول نشوف قائمة توقعات احتياجات كل عميل، كل أخ منكم عندهم مؤسسة، يشوف إيش احتياجات العملاء من مؤسسته وفق هذا النموذج. طبعا كتير كويس هذا النموذج أنه نستخدمه دائما في موضوع تحديد احتياجات عملائنا في المؤسسة. احنا نتحدث عن هذا النموذج كويس، نموذج تحليل المستفيدين اللي أمامكم على الشاشة، بيبدأ باسم الدائرة، اسم المؤسسة اللي بتشتغل فيها، نوع العميل، هل هو داخلي ولا خارجي، هل هو موظف من الموظفين بقدم له خدمة ولا ناس بيجوني من برا، أهمية العميل، مهم ودائم، غير مهم ودائم، ومهم وغير دائم. كويس، طبعا هذا بالنسبة لي في التحليل بيلزمني، هدول بدي أعطي المهم ودائم، بدي أعطيه شيء كتير، يعني هذا الأولوية القصوى. غير مهم ودائم بدي أعطيه أولوية درجة ثانية، مهم وغير دائم بعطيه أولوية إيش؟ درجة ثالثة. الخدمات التي يقدمها القسم أو الدائرة، اختر ثلاث خدمات وحط لي أهميتها للعميل، هل هي مهمة؟ مهمة بدرجة متوسطة، مهمة بدرجة قليلة. اختر ثلاث خدمات الآن، ثم ما هي قائمة توقعاتك لاحتياجات العميل من الخدمات التي تلبي أو تفوق توقعات العميل للثلاث خدمات السابقة؟ يعني بدك تحط الخدمات وتحط شو توقع العميل من الخدمة الأولى، خدمة الحصول على مثلا يعني خلينا نقول استفسار أو استعلام معين عن الحج، متى موعد الحج. طب شو توقعاتك الأكثر اللي بتفوق توقعات العميل في هذا الموضوع؟ تفضلوا. أول خدمة اللي هي العمليات التعليمية بشكل عام، وأهميتها للعميل إنها مهمة. هو اللي بتلقى الخدمة. العمليات التعليمية بغض النظر مين اللي بتلقى التعليم ومين اللي بيعطي التعليم. توكل على الله. الخدمة الثانية اللي هي الإذاعة المدرسية في المدرسة، أهميتها للعميل مهمة بدرجة متوسطة، في الأساس إنه غالبية الطلبات تلاقيهم مش دائما منتبهات للإذاعة أو حاجة زي إنها مفروضة عليهم. خدمة المقصف مهمة للعميل جدا. التوقعات الاحتياجات العميل، أعطيني خدمة واحدة حطي لي سقف توقعات إضافية للعميل. أنا حطيت كذا بس أعطيني مثلا المقصف، إيش التوقعات الإضافية اللي ممكن تضيفيها، الأشياء الخدمات اللي تجويد يعني معنى أعلى من مستوى توقع العميل، إيش أنا حطيتش بس أفكار. أنا عارف هي يعني مثلا لا في المقصف انه اللي يعمل دراسه ايش الاحتياجات اللي بحب الطلاب دائما انه الاقي كل الاصناف، توفير كل الاصناف، يتم توفير ما يحتاجه كمان. الطلاب السعر يكون السعر فيش لعب عليه السعر خلص، لا ممكن اوفر، احنا ممكن نوفر سعر، ممكن نوفر دعم، انه والله السندويش بدل ما هو بشكل برا في المقصف في نص
يمكن ممكن اوفر دعم. لا هذا ما حدش بيعمل. لا احنا بدنا احنا بنحكي يا جماعه مش امكانيه خلص هي اللي احنا نتحدث عن الجوده الخدمه خارج توقع الكواليتي شكل. بس هل ممكن اوفر لها دعم؟ زمان كانوا في معارض الجامعه الاسلاميه يحطوا دعم 20-30% فكل الناس يجوا. هذا خارج التوقع. بتدخل مناقصه من ياخذها على اساس انه في النهايه بده ربح. مش مين الناقصه من اداره المدرسه؟ دعم اداره المدرسه. مثلا بيتزا بدل الفلافل ومش بس هيك كمان وبسعر كمان منخفض. تمام. طيب نحكي عطينا. مثلا توقعات للبيئه التعليميه انه البيئه الصفيه يتم تزويدها باثاث مميز لكل طالب. تمام كثير حلو. تخيل اروح مدرسه الاقي نوع الكراسي زي هيك. او مثلا مقعد لكل طالب بدل ما هي مقعد لكل طالب. الغرف مثلا 25 مش 45. توفير مكتبة إلكترونية مجهزة كثير حلو. يعني مثلا أنا مثلا كولي أمر لما بدي أختار مدرسة لابني إيش أنت حابب يكون فيه في المدرسة على هذا الأساس مثلا حطيت. توفير حديقة ذات مساحة خضراء مقاعد مريحة. توفير مثلا صالة على أساس أنه المدرسة بنات صالة مغلقة للألعاب. إنشاء مثلا مجموعات داخلية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على أساس يصير في تفاعل بين المعلمين. شكرا والطلع. شكرا كثير لك. أشكرك. 7 خطوات لخدمة متميزة. لازم احنا نعمل هذه الخطوات عشان نحصل او نقدم خدمة متميزة او نضمن تميز الخدمات اللي بنقدمها في المؤسسة. اول حاجة اخلق مناخا يتسم بالرضا والصداقة. يعني جماعة لما احنا بدنا نقدم اي خدمة لابد ان يكون هناك سمت تعاملي كويس. في جانب في نوع من الصداقة، في نوع من الرضا، في نوع من الحب، في نوع من المودة، في نوع من الابتسامة اللي احنا بنقابل فيها العميل. هذا كتير مهم يشعر بالعكس العميل انه انا قاعد بسأله عن اشياء حتى كمان خاصة فيه. شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام، مطمئن، انت بخير، كويسين، تسمح لي دقيقة واحدة فقط عشان انا اوفر لك الخدمة. معنا في نوع من الايش الألفة التي تحدث. واحنا يعني دائما نقول مفتاح القلوب هي الابتسامة. اذا امتلكتم الابتسامة اكيد حتعطوا الرضا. هذا أمر كتير مهم جدا. أنصت لعميلك بشكل واضح حتى تحصل على المعلومات الضرورية. لا تستعجل، اسمعه للآخر. أنصت لعميلك حتى يعطيك كل المعلومات الأساسية. تفضل، طب أنت إيش شايف؟ طب إيش ممكن أعمل كذا؟ عشان أنت تتأكد أنه تماما أنت فهمته، مش أنه أنت اشتغلت على فهمك فقط. أيضا من الأشياء المهمة أكد وكرر حتى تفهم وجهة نظر عميلك كاملة. اسألوا بعض الأسئلة، أنت بتقصد هيك؟ هل كنت كذا؟ عشان أنا برضو أتأكد أنه الصورة عندي واضحة. اجعل استجابتك تنطلق من مفهوم سأفعل كل ما بوسعي من أجلك، بإذن الله حعمل كل اللي بقدر عليه. لا تقلق، أمورنا إن شاء الله بتكون ماشية بإذن الله. لكن إياك أن تعطي وعدا أكبر من إمكاناتك. حتى لو أديته كل طاقتك وعديته أحسن ما يكون مش حيرضى. واضح الصورة؟ ما تدوش أكثر، ما تأملوش بالكلام، ولا يهمك أنت حتاخذ اللي بدك إياه. طب أنت عارف اللي بدك إياه؟ هذا كلام صحيح. اجعل اتفاقك مع العميل محدداً لما سوف تقدمه إليه بالضبط. لأنه الناس بتاخذ الكلمة وبضلها إيش؟ بيقولك أنت حكيت لي، أنت وعدتني. خلي محدد، أنا بأستطيع إن شاء الله أنجز لك المهمة في غضون الشهر. والمهمة اللي بدي أنجز لك إياها هي إنه أنا بدي أحاول أصادق لك الشهادات المطلوبة وأحط لك إياهم إن شاء الله وأرسل لك إياهم للجهة المحددة. خلص، سطرين محددات واضحات. أيضا قدم خدماتك بتميز واجعل وعودك قيد التنفيذ بمفهوم العميل لا بمفهومك أنت. يعني أنت أكد على العميل إنه تماما هيك أنا حأقدم لك. أوكي تمام ماشي، حيقول لك توكل على الله. أيضا تابع عميلك وتأكد من إشباعه، يعني أنه هو بالفعل وصل لها درجة الرضا عن أداء الخدمة. وتذكر أنه العميل دائما على حق. تعرفوا قاعدة 1 في 5، 1 في 5 و5 في 1؟ 1 في 5 و1 في 15. آسف، تمام. إيش هاي 1 في 5 و1 في 15؟ في شغلة مهمة جدا في موضوع الخدمات، أنه الراضي عن خدماتك كويس. نفترض انه الرقم 1 الاول هو عميل راضي عن اداء الشركة تبعتك، والواحد الثاني هو
عميل غير راضي عن أداء الشركة، فهذا يعني ما يلي. أول حاجة، نطاق تأثير العميل غير الراضي أوسع بكثير، اللي هو 15 فرد، بالمقارنة بنطاق تأثير العميل الراضي 5 أفراد. كيف يعني؟ العميل اللي بيرضى ممكن نبلغ له 3 4 5، بس العميل اللي مش راضي بيروح ايش؟ بنشرها على طب 15 رقم افتراضي و5 افتراضي، فهو بنشرها بنطاق اوسع. هذا ولا شركة كذا مش عارف، اضعاف مضاعفة. واضح الصورة؟ بنزل كل الدنيا، هذول ناس كذابين، هذول ناس كذا، هذول في الشفافية عندهم، هذول بدوروا على المصاري، بيبدوا ايش يحكي كتير. وهيك طبيعة الناس سبحان الله. عشان هيك استعداد العميل المرتقب للاستماع والانصات للعميل غير الراضي اقوى بكثير من استعداده للاستماع والانصات للعميل الراضي. كل اللي بيحكي كلام سلبي بناخذ منه مباشرة وبنصدقه وبننشر، لكن اللي بيحكي كلام ايجابي بقول والله هذا شكله له مصلحة، هذا مجامل، هذا مش عارف ايش، هذا عشان والله صاحب فلان، فمننشرش كثير. واضح؟ هذه مهمة جدا جدا وخطيرة، انه احنا يعني بتدمر كثير من ادائنا حتى لو كان مميزا. تمام، الله يرضى عليك. تمام. الدافع والرغبة لنقل الافكار والمواقف والتجارب والادراكات السلبية لدى العميل اقوى بكثير من الدافع والرغبة لديه لنقل الافكار والمواقف الايجابية. كيف نتعامل مع شكاوى العملاء؟ أول حاجة، لا تتوقع الرشد الكامل من العميل المشتكي. ممكن يجيك واحد ثقافته زي ما حكى زميلنا، إنه إيش، واحد يجي أنت كذا هيك مش فاهم، أنت تقول له يا عمي هيك، يقول لك يا عمي هو خلص جاي في باله، هي هيك، هو في باله شغلة بده إياها. أيضا أنصت باهتمام ودون مقاطعة، وعبر عن إنصاتك، يعني إنه أنت كمان حركات الجسد عندك ينبغي أن تكون بطريقة يعني شوية هيك فيها نوع من الاهتمام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثه أحد الصحابة مش التفت إليه، بس وضع وجهه قبالة حتى يكاد يلتصق بوجهه من شدة اهتمامه. حركات الجسد وانت تبتسم وتوافقه أو يعني بيشعر فيك، هذا أمر مهم. الإيماءات، الاهتمام. أيضا اسأل وتيقن من المشكلة، عبر عن اهتمامك بشكوى عميلك، واجعل تعبيرك عن اهتمامك به أكثر كمان، يعني أنت مهتم جدا فيه، وأنه أنت شكوتك هذه لا أنا يعني بإذن الله هأسعى لحلها بشكل كبير جدا. أشعر بالشكوى، حاول تكون محله. ماذا لو كنت أنت صاحب الشكوى؟ إذا حسيت أحيانا إحنا كتير بنبقى نشتغل في مكان وبكون عندنا طوابير بيستنونا عشان يلتقونا، وطب ما هو وأنا مش شاعر، أنا قاعد على مكتبي وعلى الهواية وما شاء الله وبالتكييف، فش عندي مشكلة. في حين أنه لو أنا وقفت على طابور هتدمر. طب حط حالك مكان العميل المشتكي، فأكيد حيكون في عندك فرصة يعني إزالة سوء الفهم وجذب العميل إليك. لا تتخذ موقف المدافع من البداية، إياك أنه أنت إجا شكى على أدائك للخدمة، لا هو هيك، أنت بس فاهم غلط، أنت هو قصد الموظف هيك. لا يا إخوانا، هذا الأمر مفترض أنه بالعكس ممكن يكون الكلام مبرر، ممكن يكون منطقي ومقنع في هذا السياق. تجاوب مع عميلك وتعاطف معه، مهم جدا أن يشعر بالتعاطف الإنساني، هذا كتير كتير مهم. اشرح ماذا يمكن أن تقدم له، لا تتأخر في الرد على الشكوى، تعلم من كل شكوى، إياك أنه تتكرر عندك شكوى مرتين، لأنه بصير معنا أدائك في الجودة كتير سيء. أيضا أعطي له بدائل متعددة لحل مشكلته، يمكن هو مش راضي بهذه الشغلة، ممكن يكون يرضى بشيء ثاني. تصرف وضع نفسك على طريق الحل، تأكد من رضا العميل، اعتذر له عن سبب الخلل وقل له انه هذا والله سبب غير مقصود، انا احنا اسفين. حتى لو حلت له اياها واعطته احسن جودة خدمة، خلي فيه الاعتذار دائما موجود، هذا بيعطي له نوع من الراحة. هذا كلام من نجده في شركات الاتصالات والانترنت. جدا تمام، اكيد هذا الكلام اكيد. طيب نيجي الى 7 مبادئ للمؤسسات المهتمة بالعميل. في عنا مؤسسات مصنفة، في ناس تهتم بالمدير وفي ناس تهتم بالعميل. احنا بدنا تعون المدير، هدول سمة منهم. خلينا نشوف المؤسسات التي تهتم بالعميل، ما هي المبادئ التي تتبعها. اول حاجة، خلق الرؤية للحفاظ على العميل. كيف انا بدي اجيب، يعني يكون عندي رؤية لانه العميل يضل دائما موجود، عندي زبون دائم.
الاستماع الجيد لما يقوله، التعلم من تجارب الناجحين، وإن في تجارب وممارسات حسنة ممكن أنقلها في هذه الخدمة. جماعة مش عيب إنه أنا اليوم مثلا أتعلم في التدريب كمؤسسة تدريب، إنه في مؤسسات تدريب عالمية كيف تدرب وأجيبها وأتعلم منها وأقدم وأدخل خدمات جديدة بناء على هذه الخدمة. أيضا توفير الحرية للعاملين لخدمة العملاء، يعني الموظف خليه يتصرف بطريقة اللبقة اللي هو تعلمها اللي أنت دربته، وأعطيه نوع من التفويض في الصلاحيات، لأنك إذا قيدته حيظل يرجع لك، فهذا معناه حيأخر مين؟ الاستجابة للعميل. مساحة من الصلاحيات. تحطيم معوقات كسب الرضا، وهذا مبدأ مهم جدا. إيش في معوق لكسب رضا العميل بدي أروح إيش أزيله تماما. القياس والاستطلاع المستمر لآراء العميل، لا يكفي إنه كل سنة أعمل لي مرة استطلاع، لا، لازم كل فترة كل ما أقدم خدمة معينة أدخل خدمة جديدة بعد شهر شهرين أعمل استطلاع. وربما أحيانا في بيعملوا الاستطلاع كيف؟ بعد الخدمة مباشرة، يعني أنا بقدم الآن الخدمة، طب معلش كيف كيف إن شاء الله أمورك تمام وأنت مرتاح وخدماتنا كانت كويسة بالنسبة إليك. التحويل الأقوال إلى أفعال أيضا، اللي هو بمعنى أنه أنا ما ينبغي أن تكون الوعود خارج إطار الأفعال. نيجي لعنوان جديد وهو المؤشرات التي توضح نجاح المؤسسة في رعاية العميل. أول حاجة استمرارية تعامل العميل مع المؤسسة، أنه والله إذا ظل ماشي معي معناه أنه أنا إيش لازلت عاجبه، إذا حولت لشركة تانية حول عني معناه في مشكلة. أيضا تزايد حجم وقيمة تعاملات العميل مع المنظمة، لا اليوم بيشتري كان بمئة شيكل صار يشتري بإيش بمئتين، زاد معناه هو عاجبه المنتج اللي أنا بقدمه. مساهمة العميل الفعلي في جذب عملاء جدد، كل يوم جايب لي زباين، بتصير هاي بالمناسبة كتير، يعني إحنا مرات لما بنعجب بإنسان مطعم معين بصير كل يوم اللي إحنا جايين إيش كان، يعني رجل من سوريا بدناش نذكر الأسماء الآن لأنه إحنا لسنا بمعرض التسويق لأحد، منتجه كتير عجبني فصرت دائما أجيب له أصحاب فكلهم إيش، فصرت بالنسبة له زبون مهم لدرجة إنه بتصل عليه دائما وين غايب ليش ما جيتش الأسبوع هذا، يعني بيعتبره أنت زبون هذا كتير مهم ودائم وصار عنده يعني مشتريات كتير كويسة. أيضا حرص العميل الفعلي على تزويد المنظمة بمعلومات، شوفوا يا الله صار يشتغل معانا عميل كمان بمعنى إيش، يعني بمعنى هو صار يجيب معلومات تفيدها في جذب معلمات عملاء جدد أو تدعيم مركزات تنافسي. يا ريت تعملوا هيك، لأنه أنا سمعت بيقولوا هيك ما كانش عجبهم النوع وهكذا، ما كانش عجبهم طريقة تقديم الخدمة، القاعة ما كانتش كتير كويسة، حسنوا يا جماعة، معناه هو صار بيشتغل معايا بدون ما أدفع له تكلفة، صار موظف عندي في الشركة أو في المؤسسة دون ما أنا، بس مجرد أنا يعني كنت جيد معاه في الأول قدمت له خدمات ممتازة فهو حبني فصار يدافع عني بشكل عام. طيب أيضا استجابة العميل للتكيف مع ظروف المنظمة عند مواجهة الأحداث أو مواقف غير سارة، يعني يا ترى بيعذرني هو إذا وصلت لمرحلة أنه في صار عندي أزمة معينة، لا 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 معلش أنا بتفهم أنه أنت عندكم أزمات الله يعينكم لكن أنا حضل معاكم، هذا أمر كتير مهم. انخفاض معدلات الشكاوى، كان بيجيني 100 شكوى اليوم صار عندي بيجي 10 شكاوى وربما إن شاء الله في المستقبل ما يكونش ولا شكوى. إذا في هذه الأشياء بتديني مؤشر إذا أنا نجحت أو لا، يعني بعد ما أقدم الخدمة وأراعي المعايير تبعتها إذا بيصير في عندي مؤشرات هل أنا على الطريق الصحيح أو مش على الطريق الصحيح. طيب خلينا ناخذ التمرين معيقات تطبيق جودة الخدمة في المؤسسات، يا ترى ما هي أهم هذه المعيقات؟ بدناش نكتبه خلينا ناخده مباشرة إذا حابين نبدأ. ما هي المعيقات؟ المال، معقول المال يعني معيق لتطبيق جودة الخدمة؟ أكيد شو رأيكم بالكلام هذا؟ شو رأيكم؟ أنا يمكن أخالفك، تفضلي. جودة الخدمات في المؤسسات بتعتمد بشكل كبير على السوفت سكيل، على المهارات الشخصية. نعم. والمهارات الشخصية بعتقد انه مش هتحتاج مال. بس بتحتاج ناس يتقبلوا التعليم المستمر ويتقبلوا تطوير مهاراتهم الشخصية في التعامل. يعني أنا أجيب لك بس مثال، الآن أنت بتشتغلي في محل ملابس. هل لقيت
انت بالاخر حتحط اي شغله بيشتريها الزبون حتحطيها بكيس، ممكن احطه بكيس اسود عادي، ممكن اروح اطبع كيس، بتكلفه زياده بسيطه بسيطه، الزبون اللي حيدفعها مش انا فعليا، انا بس مجرد حطيت له غلفت الايش الخدمه بطريقه بس مناسبه، هي اللي عملته. هلقيت المال مطلوب في كل شيء، لكن دائما الخدمات الذي يدفع ثمنها هو المستفيد مش المؤسسه. لذلك تحسين جوده الخدمه لا اكيد هذا حيكون له عائد مالي، فعشان هيك انا بقول لك المال مش اساسي. هو حتى النقطه كمان من اول ما بدات اكيد صحيح. طيب ايش كمان في المعيقات؟ مقاومه التغيير. يعني شوفوا لاحظوا، يعني اول حاجه رضا الجمهور يا جماعه مساله نسبيه، وايضا حتى الجمهور المستهدف نفس اللي انت تخدمه ممكن يتغير مزاجه. يعني تخيل واحد ممكن كان بيحب شغله وبعد فتره يبطل يحبها، اكيد اكيد. فهذا التغير طب انت معناه انه مطلوب منك عشان تواجه المعيق هذا انه تعمل دراسه احتياجات ايش مستمره وتستطلع اراء الجمهور كويس. كمان برضو البيروقراطيه الاداريه، وردي قصه الايش الاجراءات، واحنا قلنا كفاءه العمليات الداخليه مهمه جدا في تحسين جودة الخدمة. ضعف الرقابة، انه انا ممكن يكون عندي فروع في الشركة او في المؤسسة وما فيش بس بالاطلاق رقابة على تحسين الخدمات. يعني لما نقول في بعض الناس اللي مشهورين في سلعة معينة بيرضوش يخلوا اذا لهم فروع تانية يعملوا مصنع اخر عشان يصنع هذا الخدمة، بروحوا هم بيصنعوها بشكل مركزي عشان يضمنوا ثبات جودة المنتج. فضعف الرقابة كمان، انه انت ما تروحش تراقب على جودة ادائك للخدمات او الفروع تبعتك، كمان هذه برضو من المشاكل اللي ممكن تعيق تطبيق جودة الخدمة. ايضا الميل الى تفادي المسؤولية او الخوف من الفشل، انه انا مش بتحملش المسؤولية عن الاخطاء وهذه مشكلة كبيرة. لا يا عمي بادر، انسام حكت عن شغلة لها علاقة بالابداع، يا عمي بدي ابدع واشتغل وما تخافوش، حتى لو فشلنا احنا ممكن نعيد التجربة مرة أخرى وننجح إن شاء الله رب العالمين. الإحجام عن تفويض السلطة، وهي تتناسب مع البيروقراطية الإدارية. التباين بين طريقة الأداء والمصالح الآنية للجمهور. لما حكى زميلكم إنه العميل ليس دائما على حق، أحيانا هذا كلام صحيح، لأنه أنا ممكن بأدي الخدمة بطريقة معينة لكن في مصلحة آنية الناس بدها مستعجلة إلها، مع إنه المصلحة الاستراتيجية هتكون لها أحسن. فأنا مرات بقدر انه لا بديش انزل للاني في سبيل ان انا افرط بالاستراتيجي، وهنا في مشكله. هذه تقريبا يا جماعه اهم المعيقات. يمكن انا اعمل خلاصه بس للي انا تحدثته، بكون هيك خلصت معاكم اللي هو موضوع اليوم عن جوده الخدمه بشكل اساسي كترجمه حقيقيه لموضوع تطبيقات جوده الاداء واداره نظام الاداء في المؤسسات واداره الجوده الشامله. تحدثنا كثير عن معايير الجودة، تحدثنا عن مؤشرات قياس العميل، تحليل المستفيدين، ثم مؤشرات جودة الخدمات المقدمة كيف نستدل عليها، وإيش الطرق الأساسية اللي إحنا من خلالها ممكن نحقق جودة الخدمة. في النهاية بأشكركم وإلى لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.